بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كما ترون فهذه أداة TFT in look، وهذا هو التحديث الأخير الذي لهذه الأداة. في الآونة الأخيرة ظهر هناك مشكل في عملية تحديث هذه الأداة. عندما نقوم بالدخول إلى الأداة بذات الإصدار 3.1.1.1 تطلب منا التحديث، ولكن لا يوجد أي تحديث. الآن تم وضع السيت اب الخاص بهذه الأداة. ها هو، سوف أقوم بوضع لينك خاص بهذه الأداة هنا، وإن شاء الله عند تحميل هذه الأداة وعمل انستال لها، كما ترون لقد قمت الآن أنا من قبل بعمل انستال لها، تقوم بالضغط هنا. المود باس الخاص بهذه الأداة هو TFT ماجيسكيل، ثم نقوم بالضغط اوكي وننتظر حتى يتم تشطيب هذه الاداه او عمل تثبيت لها على الحاسوب. هنا نقوم بالضغط اكسبت ثم نيكست. هنا نفس المود باس الذي وضعناه في من قبل تي اف تي ماجيسكيل، ثم نضغط نيكست ثم نيكست 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 وننتظر حتى يتم تثبيت الاداه. اذا كما ترون فالاداه بالفيرسيون الجديده وهي 3.1.1.2. الآن يتم تثبيت الأداة، ننتظر حتى يتم أو تنتهي من التثبيت. لقد تم إضافة بعض الخصائص الجديدة في هذه الأداة. إذا كما ترون فالمود باس فهو مبين هنا في هنا TFT مود باس باسورد، ثم نيكست ثم فينيش. الآن نبحث عن الأداة وهي موجودة هنا، نقوم بالضغط على TFT in lock وننتظر حتى يتم فتح. إذا كما ترون فها هي الأداة TFT in look 2023.3.1.1.2. ننتظر حتى يتم اكتمال هنا، ثم نضغط على اللوغين. إذا الآن تم فتح الأداة بنجاح. إذا كما ترون فهي تضم العديد من الأدوات من المعالجات مثل شاومي وسامسونج والهواوي أوبو فيفو تيكنو إلى آخره، من لينوفو نوكيا انفينيكس ميديا تيك كوالكوم سبيدر، دونك العديد من المعالجات. لقد تم إضافة تيست بوينت لفوتو بالنسبة للتيست بوينت، كما تم إضافة سامسونج، تم إضافة سامسونج الأديس إس وجميع هذه الهواتف سامسونج الأديس إس والA03S بدون تيست بوينت، يعني بالضغط على الزائد والناقص فقط. ثم هناك بعض الإضافات الموجودة هنا، وبالنسبة لأبل تم إضافة هذه الإضافات التي توجد هنا كما رأيتم، ثم أوبو وفيفو إلى آخره من الإضافات.